قبل الفاصل كان معنا مداخلة هامة من إيديار إيتانو، واحدة من الفنانات العالميات الأسبانيات اللي مشاركة في منتدى شباب العالم بسبب عطل تقني في الاتصال بها وعدم قدرة المترجم على التواصل معها للإسبانية. هي عادت معنا مرة تانية، بنرحب بيكي وبنرحب بيكي في مصر. بسألك أولا عن تفاصيل دعوتك للمشاركة في منتدى شباب العالم، وما الذي أثار حماسك للمشاركة تحديدا في منتدى شباب العالم في مصر؟ في الحقيقة أنا لا أعلم كثير، لم أكن هناك في مصر من قبل، ولكن أعتقد أنها كانت مبادئة شيقة جدا. إن أنا أستطيع أن أتكلم مع أحد المذيعين مقدمي برامج هناك في مصر. إذن دي هتكون الزيارة الأولى ليكي لمصر، مش كده؟ لا، لقد كنت في مصر من قبل، أعتقد في 1995 في أول مرة، كانت رحلة سياحية. من 1995 ل 2022 إن شاء الله سيكون هناك اختلاف وفارق كبير. عايزين كمان نسألها عن مشاركتها في منتدى شباب العالم، وإيه نوع المشاركات اللي هي تتمنى أنها تحظى بيها مع شباب من كل دول العالم. في الحقيقة أنني سوف أشارك بداية من يوم الاثنين في هذا المنتدى الشبابي، وسوف أتعرف أكثر على هذه المنطقة في مصر حيث لم أزورها من قبل. بالتأكيد إن شاء الله ستكون مشاركة مبهجة لها. بسألها عن رد فعلها أو رد فعلها لما بتسمع عن تجاوب الجمهور العربي بشكل كبير والجمهور المصري مع النجاح الكبير للكازا دي بابيل. هل تابعت هذا الصدى اللي حصل في المنطقة العربية كمان لهذا المسلسل؟ في الحقيقة أنا لا أصدق فعلا أنني فعلا سعيدة. إيه الرسالة اللي أنت بتوجهيها وفي نيتك أن تقدميها لشباب العالم من خلال حضورك ومشاركتك في المنتدى السنة دي؟ حيث أنهم يتكلمون باللغة العربية، وأنا أعتقد أننا لا أصدق نفسي أن أنا أتحدث مع وزيرة أتحدث باللغة العربية، وهذه أول تجربة لي شيقة. أخيرا بسألها عن توقعاتها من المنتدى، وهل تابعت أي فعاليات سابقة لمنتدى شباب العالم ولا لا؟ لم أشارك قط في أي منتدى دولي، ولكن شاركت في منتديات في إيطاليا على المستوى كانت عن حول المرأة وعن حقوقها، وقد شاركت في منتدى في اليونان كان منتدى اجتماعي وكان يدور حول القرى الموجودة في الريف، حيث أنني أنتمي لمنطقة الباسك، وبالتالي كنت أشارك في كثير من المنتديات، ولكن لأول مرة أشارك في منتدى بهذا الحجم وهذا الكبر، وبالتالي أنني سعيدة جدا وسعيدة جدا أنني سوف ألمس بنفسي كيف يتم العيش هناك أو أتعرف على هذه المدينة. إحنا بنشكرها شكرا جزيلا، وبنبلغها تحيات التلفزيون الوطني المصري، وترحبنا بظهورها الأول على شاشات أو الظهور لها على شاشة في تلفزيون مصري أو في الوطن العربي كله. أخيرا بنسأل عن مشاركتها في المسلسل اللي هيتم تنفيذه عن شخصية برلين من وحي نجاحها لكازا دي بابيل. أم
في الحقيقة الآن لقد انتهينا من كاسا دي بابيل، انتهينا من المسلسل كله بالكامل، ولكن سوف أكون بزملائي في هذا العمل قد نشارك في مسلسل برلين، ولا أستطيع أن أقول متى سيبدأ الإذاعة لأول مرة، ولكن أعتقد ينقصها القليل من الوقت حتى يتم عرض هذا المسلسل. هل ممكن أسألها، هل بتتابع أي أعمال عربية؟ هل تعرف أي شيء عن مدى تطور صناعة السينما والدراما في المنطقة العربية ككل، ولا ده هيكون برضو أول تعرض ليها للثقافة المصرية والثقافة العربية؟ أنا بما أني أنا لا أفهم اللغة العربية، ولكن سوف يكون من الصعب علي متابعتها، ولكن قد يحكوا لي من بعض الأعمال العربية، ولكن أنني أتابع الأخبار ماذا يحدث هناك في تلك المنطقة. في رأيك، بما أنك تتابعين الأخبار، ففي رأيك ما هو التغير الأبرز الذي رصدتيه عن مصر في السنوات السابقة، وما الذي تتوقعي أن يعني تقابلي في أول زيارة أو في زيارة لك بعد 20 عام تقريبا من الزيارة الأخيرة؟ أنا أعتقد أن أنا سوف ألاحظ، أعتقد أنه سوف ألاحظ تغير كبير جدا هذا منطقي. هذه القفزة في 20 عاما أعتقد أنها قفزة رائعة بكل جوانبها، حيث أعتقد أن هو كان يعتمد على رفع مستوى المعيشة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وأعتقد أن مصر قد تحولت إلى دورة عصرية. إن هو كان وإنهم وصلوا لأحدث التطورات التي نسمع عنها، وإن شاء الله أنا سوف أزورها مرة أخرى من بعد 20 عام من زيارتي الأولى، وبالتالي سأعتقد أنني سوف أكون فرحة وسعيدة جدا بهذه الزيارة. نكرر شكرنا للنجمة إيتيار إيتونو، وشكرنا لها لمشاركتها لينا النهاردة في برنامج التاسعة، وننتظرها إن شاء الله في منتدى شباب العالم. شكرا لك.